ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة اول درس من دروس كورس البورتري، هنشرح طريقة الرسم المربعات، ايه مميزاتها وايه عيوبها، وهنعرف النظام بعد كده هيبقى عامل ازاي في الكورس، وازاي هنطبق، وايه اللي احنا هنعمله. استنوني، وقبل ما نرجع انزلوا تحت اعملوا لايك للفيديو، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وهنرجع تاني بكل التفاصيل. اول درس من دروس الفن البورتري، هنبدأ قبل كل درس ان شاء الله هناخد زي تمرين بسيط. التمرين ده هيفرق معاكم قوي في قوة ايديكم وفي قوة خطوطكم، ما تستهونوش بيه، اعملوه طبقوه. ده اول حاجة هنطبقها مع بعض. اول تمرين هناخده تمرين الخطوط، هنحاول نعمل خطوط افقية تحت بعض. نجيب ورق فاضي، اي ورق حتى لو ورق مكتوب فيه، هنعمل خطوط تحت بعض كده، نحاول ان هي تكون مستقيمة على قد ما نقدر ومتوازية. ده هناخد فيه 5 دقايق. 5 دقايق هنبدأ نشتغل التمرين دوت. ده زي احماء او تسخين للايد، مهم جدا جدا جدا. ده اول حاجة، وتعودوا كده قبل كل درس من الكورس هناخد تمرين زي دوت، ولازم لازم نطبقه. النهاردة هنعرف طريقة المربعات في رسم البورتريه. هوريكم صورة دلوقتي وهفهمكم بنعملها ازاي وبنشتغلها ازاي وايه مميزاتها وايه عيوبها. زي ما احنا شايفين طريقة رسم المربعات، ان احنا بنجيب اي صورة عايزين نرسمها او ننقلها، هنبدأ نقسمها على لمربعات، وهنبدأ في ورقة الرسم بتاعتنا هنعمل نفس عدد المربعات وهنرقمه. بنبدأ بقى ناخد مربع مربع ونبدأ ننقل أي تفاصيل جواه في نفس المكان بالمربع بتاعه. الطريقة دي بيستخدمها ناس كتير جدا وبتعمل بيها كورسات كتير من برا. أنا شخصيا بحس إن الطريقة ديت فاشلة تماما ومش فنية خالص. الطريقة دي زي ما تكون انت بالظبط ورقة شفاف او كلك او كربون، ان انت بتنقل الرسمة. هل انتوا شفتوا حد بيرسم او فنان بيشوف الرسمة؟ ما اعتقدش. الفنان بيبقى دارس نسب، بيعرف يرسم بورتري لوحده من غير ما يبدأ ينقل تفاصيل كده مربع مربع، وكأنها زي البازل كده بنجمعه. هي بتطلع نتائج مبهرة وبتطلع نتيجة لحد ما قريبة جدا من الاصل، لكن مش فنية خالص. ما نقدرش نقول ان احنا كده اتعلمنا ان احنا نرسم، لا، احنا اتعلمنا ان احنا نكبر صورة او ان احنا اتعلمنا فيها تظليل. زي ما قلت لكم في كورسات كتير بتقوم على الموضوع دوت، لكن انا مش بفضل الطريقة ديت، مش بحسها خالص ان هي دي اتعلمنا حاجة. رجعت لكم تاني بعد ما عرفنا مميزات وعيوب طريقة الرسم بالمربعات، اللي انا شخصيا مش بفضلها ومش بحبها، بعتبرها طريقة غير فنية تماما. طيب هنعمل ايه لغاية الدرس الجاي؟ هنطبق التمرين ده، ما تنسوش لمدة 5 دقايق. اللي حابب يكتر عن كده مفيش اي مشكلة، بالعكس ده مفيد للايد اكتر وبيقوي الايد اكتر. هنحتاج المرة الجاية قلم رصاص، يستحسن يكون قلم عادي مش سنون، واستيكة، بس كده مش اكتر. استنوني الدرس الجاي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على الفيديو، وهستناكم ان شاء الله الدرس الجاي مع اول مبادئ رسم البورتريه بطريقة فنية صحيحة. وهتوحشوني، مع السلامة.